السلام عليكم اخويا، انا تنبيع الكرموز العام كامل. الكرموز غالي شويه، مكسير يعني شويه، ما تنصوروا فيه والو، والله ما تنصوروا، والله الا خدامين يمسح اللوكال. كرموز دايره بدرهم 30,000 40,000، ومكرسين معاه، مكرسين معاه بزاف، ماشي يلاه تنصوروا باش نعيشوا. هادشي اللي كاين استاذ، وهادشي راه كثير بزاف كثير بزاف. كان الكرموز ديك الساعه كنا بعناه بجوج ريال، بريال بريال بنص باللي عطانا تايتينا نقرضو صافي. ما دروك ولينا الكرموز ولينا بحال هكا، حنا ما تناكلوش حنت غالي غالي بزاف. وتيجيو الناس هنا تيقولوا الكرموز غالي، شبينا نديرو لكم؟ ما كاين ما نديرو لكم، داكشي اللي عطى الله، حنا شبينا نديرو؟ حنا لا زورنا اييه. وتتكون كاع بعض المرات 30 درهم الحبه معنا، تندور فيه العام، العام كامل تندورو فيه، من صيف وشتوى وكل شيء تنخدم فيه العام كامل، معروف بالكرموز. ولكن هذا الغلاء صعيب، ما تنصورو فيه حتى ما ناكلو. كاين بعض المرات تنخليو الخطيه، بعض المرات تنصورو شويه، وبعض المرات كل مره اش نديرو. سبب الغلاء هي القرموديه، هي ديك البيضه تيداو فيها ما بداو لنا ما والو، تيجي بحال هكا تلقى الجنان خصو يبقى فيه، ما يقولش منه يبقى تيداوي 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 العام كامل هو تيداوي. كاين اللي تيتقهر تيخليه وتيزيد في حالته، هادشي اللي كاين. اخويا الاندية هاد العام باقا قليلة شوية، والاندية غالية مع كنضرب هذاك البراد وقلات شوية ما بقاتش، هذا هو المشكل. وزاد حتى الجفاف حتى هو، الشتا ما كانش، وهاد الجو تبدل، وكل شيء غالي، السلعه كاع غاليه كامله اخويا، ماشي الهنديه. الهنديه اخويا بالجمله بدات من 90,000 فرانك، و حتى 16,000 15,000 14,000 سلعه على وجهها، كل سلعه وكي دايره، سلعه على حساب المليح، كاين شي سلعه مليحه تضربوا فيها الثمن، وهادشي اللي كاين اخويا. اخويا حنا داكشي بحال هاد الرقيقه حنا تنعزلوها تنشريوها للصندوق، ولكن تنعزلوها بحال هاد الرقيقه هادي، هي مشريه ب 15,000 وتنديروا لها درهم ونص، وبحال هذيك شويه المويانه تنديروا لها 2 دراهم، الاخرى 3 دراهم، ديك الغليظه شويه 4 دراهم، الغليظه شويه 5 دراهم، وين تلقى غير 6 الحبات 7 في الصندوق غلاظ ديال 5 دراهم ديال 4 دراهم، حتى تلقى فيها غير البركه يتوجيها في الصندوق، راه سطل تيبيعوا لك يتوجيها، سطل تيبيعوا لك ب 15,000 ولا 14,000 ولا 12,000. والهنديه اخويا كانت معروفه هنا عندنا في المغرب، راه كانت موجوده، كانت موجوده هنا في المغرب، ودابا ملي جا هذاك المرض هذاك راه ضربها، وهي راه صحيه الهنديه، راه صحيه ومزيانه، تتكالوا كياكلوها الناس وعزيزة على الناس، وإني راه الغلا راه جا من الفوق أخويا، راه داكشي هادشي اللي عطى الله هو هذا. شوف يا ودي دابا الوجد ملي ما تيبقاش الوجد، تيقول لك المصانع وتيقول لك التجميل وتيقول لك، والهندية عندنا في البلاد كانت موجودة، هادشي الجفاف وهاد المرض هو اللي ضرب الهندية. أما كاين بعض المناطق اللي ما كانوش تيبيعوها كاع أخويا، كانت تتبقى غير هكاك تتخسر، الجنانات تتبقى غير تتخسر في الجنان، ما تيبيعوهاش كاع، هذا هو المشكل. ما كاين لا تجميل ولا هضره خاويه هذيك اخويا. الكرموس كان موجود عندنا هنا في المغرب، موجود اي منطقه مشيتي لها تلقى الناس ما تيبيعوه كاع، كاين لا تجميل لا والو، تجميل من واحد النسبه قليله، بعد هي الغله فيها الماركات، الهنديه فيها الماركات، ديك الماركه اللي كيديروا هما ما بحال هاد الحرشه عندنا، بحال هاد المشوكه ما كيديروهاش قليل، دابا ولات تيديروا مواكن ديال الزريعه ولا شويه، ولا عليها الطلب، وين راه تديو هذيك حتى تخسر في الاخر ديال الجنان. بالنسبه للكرموس اللي هو تنعرفوه بالكرموس اللي كيتسمى بالهنديه، كيتسميوه فيك بيغ به. بالنسبه لهاد الاعوام الاخيره خويا، ما بقاش الكرموس كيما كان في قبل، كان قبل كان بواحد الدرجه كثيره، وكان موجود، وكان الناس تستافدوا به، حتى الناس القرى كانوا تستافدوا به، نساء ورجال واطفال تخرجوا للاسواق. ولكن كيف تنبان لينا حنا تحتكر السوق من جهه تاع الناس اللي هما انهم بغا يكثروا في هذا المنتوج للجهه ديالهم،
لان تنقولوا بلا قاسوا شي بعض الامراض ولا كذا اللي ما بقاش موجود. كان واحد الوقيته اللي الصندوق نتاع الكرموس اللي تتواجد ما بين 100 درهم 80 درهم حتى 50 درهم، دابا طلع حتى 1000 درهم حتى 1200 درهم للصندوق. يعني بالنسبه للمواطن راه ما استطاعتوش باش ياكل كرموسه بخمسه دراهم او بثلاثه دراهم. انا الاول ما قدتش ناكلها باش نجيو ناكل كرموسه بخمسه دراهم ولا بثلاثه دراهم بزاف. ماشي واحد الوقيته كان معروف بدراهم 10 دريال حتى لدراهم ونص، ها كان العرام حتى لخمسه دراهم وكذا. دابا ما بقاش في المنتهى تاع الجامع انه باش ياكل الكرموس. هو الماده اللي كانت عندنا غنيه في المغرب مجموع وكذا دابا تفقدنا. ملي تتفتقد هذه الماده راه لا اله الا الله. هذا هو اللي بقى للكرموس. هو ولد الناس الهنديه شي حاجه كابره معنا من الصغر وحنا ولاد البلاد، وهذه ارض بلاد الخير، هذه بلاد الخير الهنديه موجوده. كنتمنى يديروا لها شي ثمن مناسب لانه الناس كيتشهاو، احنا مغاربه وانتم ما عرفتوش هي كيفاش دايره. كاينين والدين كاينين الناس كيتشهاو، خاص ولا بد يكون شي ثمن مناسب لانه غاليه الهنديه هذا العام بزاف. اللي كتسمع 5 دراهم الحبه 3 دراهم 2 دراهم الحبه شي حاجه قاصحه بزاف. الناس اللي البيعة والشرية ماشي نبهم، ولكن راه كيشريو الصندوق غالي. نعم اسيدي ياك متفق معايا الصندوق غالي، والناس المغاربة راهم راك عرفتيهم اخويا مع الهندية كيفاش دايرين. ما يمكنش يتخلاو على كرم على هذا الكرموس هذا، شوية راه السوق غالي. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.